أول شيء مسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء يشرفني ويسعدني أن أكون بين أهلي وإخواني هنا في بلد الثاني العراق. أول شيء نقول إن شاء الله من أمن لأمان، من الازدهار إن شاء الله، تجربة احترافية مميزة بالنسبة لي. طبعا ما في شك أمامنا تحديات كبيرة، واللي يبين لي حجم المسؤولية وجودكم اليوم صراحة شيء يشرف. وإن شاء الله نفس ما قال سيد الرئيس أن نكون عند حسن الظن إن شاء الله. طبعا نفس ما قلت لك النادي سمعته سابقته اليوم، الجماهير وتاريخ النادي يعطيك طموح أن واصل على نادي طموحه كبير. اليوم الخطة أو الاستراتيجية الموضوعة من مجلس الإدارة هي اللي تخلي أي مدرب ممكن يأخذ هالفرصة أو يأخذ هالمخاطرة. هي أبدا مش مخاطرة، هي نقول مهمة محفوفة بالنجاح، لأن كل عوامل النجاح موجودة. قبل ما أنا أخذ القرار وأن أجي أوقع، قعدنا جيت هنا دعوة كريمة، حضرت مباراة الزوراء اللي في الكاس، قعدنا تناقشنا على كل الأمور. فبالتالي أنا بالنسبة لي هي كل الأمور مهيئة إن شاء الله أن نكون فريق منافس من الدرجة الأولى. والنصح مع الكل يعرف أن قوة جوية غير المراكز الأولى ما راح يضل. هذا حال القوة الجوية وحال وسام رزق كمدرب. راح أكون شفاف معاكم لأبعد الحدود، لأن ما في شيء يتخبى. اليوم إذا ما كنت صريح عشان نعرف شنو أهدافنا، الأمور ما راح تمشي. اليوم الاختيارات جات عن قناعة كبيرة بالنسبة لي أنا. اليوم درسنا أكثر من ملف، اليوم شفنا أكثر من لاعب، لكن شفنا شنو الأنسب بالنسبة لنا كنادي، شنو الأنسب لنا الاستراتيجية اللي بنلعب فيها أو الأسلوب حتى، فاخترنا اللاعبين على هالأساس. اليوم الاختيارات كلها كانت فنية مني أنا شخصيا ومن الصف الفني. طبعا احنا نعرض على اللجنة الفنية، لكن هو القرار الأخير بيكون لوسام. فهي المسؤولية كاملة من وسام إلى وسام بالنسبة للاعبين المحترفين أيضا مواطنين، لأن اليوم في يعني الكلمة لا يخفى على الكثير أن في تغيير جذري بالنسبة للفريق. شفنا في لاعبات طلعت من النادي، في لاعب استقطبت، فاليوم في مرحلة جديدة بالنسبة للنادي. اليوم مرحلة جديدة تحتاج لاعبين بخصائص معينة، بشخصيات معينة. فبالتالي إن شاء الله أن هذه الاختيارات تكون صائبة وتكون إن شاء الله عند حسن ظن. أنا ما أقدر مثلا أجيب أسلوب اللعب من السد أجيبه هنا للقوة الجوية، لأن تعرف هي إمكانيات لعيبة، يمكن هنا الأسلوب يكون أفضل من قبل، لكن أسلوبنا يعتمد على اللعيبة. اليوم القوة الجوية هو فريق يلعب على المراكز الأولى، فإحنا فريق هجومي بحت. فبالتالي إن شاء الله أن راح نلعب كل قوتنا، راح نحترم أصغر فريق لين أكبر فريق، لأن اليوم إذا أنت تبي تكون بطل راح تواجه الكل. فإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم، عند حسن ظن الجماهير اللي هي بالنسبة لنا طبعا الداعم الأساسي. إن شاء الله راح تشوفون شيء يبيض الوجه ويبيض وجهنا إحنا أمام الإدارة، أمامكم، أمام جماهيرنا، أمام الإعلام. فبالتالي إن شاء الله نشوف القوة الجوية في المركز الأولى دونك.